سنابشات مهم انتبه من اربع اشياء محظورة. اولا انك ترسل ستريك بشكل متكرر او الستريك حذف على طول نهائي ما عاد في مؤقت نهائي. تعذر العثور على المستخدم الله يعوض في حسابك. رقم اثنين انتبه من برامج الطرف الثالث. اي برامج تنزل منها بشكل مباشر على سناب شات وبالذات اللي تتحايل على المستخدمين كأنك مصورها اليوم هي لها سنة في الاستديو حذف نهائي. رقم ثلاثة انتبه انك تضايق المستخدمين في الخاص ترسل لهم رسائل مكررة بدون اذنهم راح يحذفون حسابك. رقم اربعة المشاهير اللي يضعون صورة غلاف وتحايل على المستخدمين غير الحقيقة مجرد بلاغ. اثنين ثلاثة مستخدمين او اقصى شيء خمسة راح يحذفون حسابك بشكل نهائي لو انت موثق نجمة. سناب شات خلاص ما عاد تفكر مشهور ولا ما هو مشهور، كل الناس عاديين عندهم. فانتبهوا من الاربع اشياء هذه واحذروا منها.